مجلس البلد لمدينة كوليكيرا ومجلس الجهة الريفار للإشارة من أكبر المنح التي توصل بها البلاد. نذكر مفهوم الناس هما المعقول هما المنطقي هما المخرج وحسين رامز الدستور ديالنا اللي هو مكتوب فيه بالشلحة السيسي باري ونقبلوا منك مكتوب فيه بالشلحة ونقبلوا منك وأنت كتقول بالعربية لا بالشلحة وأنت كتقول بالفرنسي لا أخلاقية ديالنا ولا لا ما نعرفش اللي غيلقى صعوبة باش يقراه خاص دلالوف باش تشوفوا شي أرقام هذا خذوا الطريقة شوف كيفاش غنشوفوا هذا بينو بيك وجايبونا غنصوتوا عليه دابا خلاك بالله دابا كي غنديروا نشوفوا هذا ما كاينش بعدا الله يعطيك السلامة كيفاش غنديروا أعطينا عطيني بعدا غنمشي مبرر علاش تجي فرونسي مدعوت كاين الناس كاع داز من المكاتب الصالحة المكاتب الصالحة لا يمكنش لك انت تحمل المسؤوليه ديال المذاكر ديال التذاكر وحده التذاكر ديال التيران تيكون معاك في اللجنه التنظيميه ما تدخلش ليا منتج ديال الجامعه يا ولدي سيدي راه انا راه حكم انا لا كنسير ولا كن لا حد المخالطين هنايا ناتي نشوف هاد راه مصيبه هاد والله خاصها ما تشوف ديك الشيء صحا واحد صحا واحد بالنسبه لي دي طايد ايه بالنسبة للجولي كاين صحة واحد شي أرقام هنا ما هنا داخل شي أرقام هنا داخل من الوعار باش توصل للنادي القنيطري لهذا المستوى كان سبق ليا في الجبل الأخير وكنت نبه الإخوان قلت لهم راه كاب خطر وفعلا راه في خطر شاد الهاوية أنا من حكم تجربتي متواضعة خلال هذا لو رابور فينونسي كنتاسف لحقاش ماشي تنقلل من القيمه ديال الناس كاين الناس اللي تدرس اللغه الفرنسيه وكاين اللي تدرس اللغه العربيه يعني كل واحد غتكون عن ربما يكون واحد الصعوبه انا بغيت السيد امين المال واحد النقطه بغينا باش انا نوجه للسيد الممثل ديال جامعه كره القدم واش امين المال عنده الشرعيه في النادي القنيطري ولا كيف يعقل واحد يلا ادير بوندو اون اني دوفيا تريزوري دان سوكو واش عنده الحق ولا لا النقطه تنطلب توضيح من المسؤول حتى ديال الشباب بوريه واش عنده الحق ان ادير يلا اون اني دوفيا تريزوري 3 مليار ردوا لنا فرقه بريمير ديفيزيون هابو اربعه ردوا لنا دابا فرقه بريمير ديفيزيون اما يمكنش ما تدلش عليا راسك هكا كنهضر انايا تخربيق هذا التخربيق ما تضحكش هكا كنت تهكم واخا الا كانوا الناس يقبلوك بهذيك الطريقه تهضر بهذيك الطريقه هذيك هذه راه الكاك هذه اللي كتسير جيتي كونتخ مع عمري بغيت نقرب الكاك ولكن ملي شفت ان من هبه ودبه تيجي ويسير الكاك حشومه وعار عار عليكم انتوما كمنخرطين تقبلوا بهذا الشيء اللي كتشوفوا قدامكم حرام عليكم وغتحاسبوا عليه امانه في عنقكم الى يوم الدين شنو المستوى شنو المستوى انا هاد المسير سفر ديال والو يجي يشفكار واش قلنا لكم في الاول قلنا لكم غادي يطيح الفرقه في الاول قلناها ورجعوا للتدوينات ديالنا في فيسبوك قلنا غادي يطيح الفرقه ولا بقى غادي يطيح الفرقه شي بنادم اللي عنده ذره ديال الكرامه ذره ديال الكرامه ماشي ما عندوش كرامه ذره ديال الكرامه طيحت فرقه إذا كنت كنبغي غير شويه قدم اعتذار للمدينه والجمهور سمحوا لي ما قدرتش ما كنتش في المستوى ما نجحتش ونمشي بحال هذا الفرقه حلبتوها نهبتوها طيحتوها ومازالين اباز باز بغيت نفهم انا باز لا 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 كاين هذا ما هو بالك اللي ولاو وخدمنا عليها الشجاعه ديالنا وعطينا رزقنا ورزق ولادنا
هذا الشيء اللي كيبقى فينا هذا النادي القنيطري بغيتو نخليها لكم. مرحبا بنا. لا تسمع خليني نهضر خليني نهضر اجيو خدموا معانا واجيو كونوا معانا فهمتي باش تخليو الناس يحطوا فلوس ولادهم وتخليهم يمشيو هكايا راه حتى واحد ما يبقى يجي الرئاسه هذه هي الاخرى راه حشومة عليكم والناس اللي عندهم الخبره وعندهم الرزانه راه فاهم من هذا الشيء والناس اللي عندهم الحب الاعمال الكاد راه يخربوها ويزيدوا يخربوها فاش كنا تنصرفوا فلوس ولادنا مالكم ما جيتوش ووقتنا مالكم ما جيتوش دابا كنطلب 10 دقائق ما بين المنخرطين فواحد البلاصه نادر ونهضر معاهم جاتكم كبيره ما عندكم وقت عندكم ولادكم وعندكم هذا وما سهرنا ليالي وما سهرنا وما صرفنا لجيوبنا ما تنسوش هذه هي الرجوله هذه هي الحب للكاك هذا هو الطعام اللي مشاركين بعضياتنا وكلينا وطلعنا وهبطنا وبكينا وفرحنا في المباريات هذه اللي كنجيبوا الفلوس نعطيو لي بريم للعاده نهار الحد في الفيستير ما بانت ليكمش هادشي ما راعيتوش انا ما كنقول لكمش باغي نكون رئيس انا عمري ما كنت رئيس وهو شاهد كنتفق مع الاخوان تنقول شنو ديروا كنحترم الكبير والصغير الا ما توفقناش في النتائج راه الكاك هادي 10 سنين وهي ميتة وغدا ذهوتة نسيتو هادشي انا ما كنهضرش ما كنتكلمش وساكت وما عمري ما خرجت للاعلام وما عمري ما هضرت مهما كاين ما يتقال كنسكت وكنصبر تنقول الله يصلح وكنحاول نوافق ما بين الاخوان ونصالح مسؤوليه صعيبه بزاف السي رشيد مسؤوليه صعيبه بزاف باش تحط 320 مليون للولاد واليوم الكاك دي بلاصه في الشاك ديالي وغدا لي جون غاديين يلعبوا ما كاين حتى ريال ما كتراعيوش ما كتراعيوش حشومة هادشي حشومة بزاف بزاف هذا الراجل تهلك واللي قبلو تهلكو هذا الراجل واخا ما ترأسش تهلك ما كتراعيوش هادشي بغيت نعرف شكون اللي وراء هاد الكواليس بغيت نعرف شكون وانا حاط علامة استفهام كبيرة وغادي نتابع وغادي نطعن لان لا الجامعه ما فهمت والو جلس مع الاعضاء الجامعه وما فهموش ندير عندي علامه استفهام وتيقول لي الله يكون في عونك ولا الشبيبه والرياضه حتى هما والسلطه حتى هي عارفه شنو داير فين هي الرجوله ها هما الاخوان اسمح لي ها هما الاخوان من الكوار ديال البلاد ومن خليه يهضر ومن المنخرطين القدماء جاو غايورين على الفرقه انا ما كنعاير حد ما كنسب حد ما كنهضر في حد انا رئيس مدة ديال عام ونص ما عمري ما خديت تلفازة ولا في الراديو هضرت وعد هضرت في هذا ولا شتمت في هذا ولا شي حاجه دائما بقيت جالس فضل انا اللي كنت محتاج لكم تكونوا معايا وتشتغلوا معايا لصالح الكار انا كنت باغي 10 دقائق نهضر معاكم بدون صحافه بدون حتى واحد بعضياتنا ونغسلوا الثياب ديالنا بعضياتنا واللي بغيتوها نعطيكم حتى من هاد الميسيون نكتبها ونعطيها لكم قدام كل قدامكم وقدام الجميع مسؤول 10 11 12 11 12 شكون اللي صاب على تفرج مالك؟ لا ركاك ما تمشيش بعيد راه كاين الله فوق منا